دلوقتي مع حضراتكم هنزور مصنع ام سي في، اشهر مصانع افريقيا والشرق الاوسط المتخصصه في تصنيع الاتوبيسات، مصنع عالمي على ارض مصريه، ويكفي انه بيصدر الاتوبيسات الى كل دول العالم، كمان هو بيصنع اتوبيس فولفو ومرسيدس، وهو صاحب اتوبيس لندن الشهير جدا. خليكم معانا في رحله ممتعه داخل واحد من افضل المصانع المصريه. في سنة 1995 اتأسست شركة ام سي في لتصنيع الأتوبيسات العملاقة في منطقة الصلحية على مساحة 300,000 متر، صرح مصري عملاق أنشأه المهندس كريم غبور كأفضل مصنع للأتوبيسات بجميع أحجامها وأشكالها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويكفي أنه النهاردة بيصنع أتوبيسات مرسيدس بنز وفولفو وبيصدرها لكل أسواق أوروبا واستراليا وأسيا وهونغ كونغ وأفريقيا والدول العربية، بخلاف أنه بيصنع أتوبيسات نقل الركاب في إنجلترا وأهمها أتوبيس لندن الشهير جداً في أوروبا. أما نسبة المكون المحلي في التصنيع فتجاوزت 60%. مجمع صناعي متكامل عبارة عن 6 مصانع مغذية لصناعة الأتوبيسات، الأول لتصنيع استنباط الـ ABS وتشكيلها حرارياً لكل التشطيبات الداخلية للأتوبيسات بماكينات السيرموفورمينج العملاقة اللي صنعوها بنفسهم، وطبعاً بيستخدموا أجهزة الروبوت الآلي لتقطيع التصميمات، والتاني مصنع الدهانات الإلكتروستاتيك لتجهيز أجزاء صالون الأتوبيس ودهنها، والتالت مصنع الماكينات وده المسؤول عن تصنيع جميع الأجزاء المعدنية للأتوبيس، والرابع مصنع الكراسي اللي بيصمموا فيه ويصنعوا كراسي الأتوبيسات بنسبة 100%. أما الخامس فهو مصنع الفايبر جلاس لتصنيع الإكسدام ووش وظهر الأتوبيس. ضفائر الكهرباء كمان ليها مصنع خاص لأنه بينتج ضفائر كهرباء مخصصة لأتوبيسات MCV، كمان اللحام ليه مصنع منفصل وفي فورمات جاهزة لضبط عمليات اللحام لأجزاء الأتوبيس، وبيعالجوا في المصنع ده تحديداً جسم الأتوبيس من الصدأ. وبالمناسبة مصنع اللحام ملحق بيه مدرسة خاصة لتدريب اللحامين ومنحهم شهادات عالمية، وفي كمان مناطق صناعية زي منطقة التجليد لتركيب الشكل الخارجي والسقف والوش والظهر الفايبر جلاس والإكسدامات وأبواب الشنط وخشب الأرضيات والسلالم وغيرها كتير من العمليات الصناعية لتجهيز الأتوبيسات. كمان في منطقة الدهان والتشطيب للأتوبيسات، ودي أكبر المناطق في مصنع MCV ومكونة من 32 كابينة بحجم الأتوبيس لدهانه، وكمان منطقة ضخمة لتركيب الأجزاء الكهربائية والميكانيكية وتثبيت الضفائر الكهربائية والزجاج وفينيل الأرضيات والمنطقة الأمامية والطابلو والكراسي والبربريز والوردة مناط الخاصة بتأمين الركاب، ودي اللي بنمسكها وإحنا واقفين في الأتوبيسات وبتتصنع من المطاط أو الجلد، بخلاف مرحلة الاختبارات وضبط الزوايا ومراجعة الوظائف الميكانيكية والكهربائية وكمان التكييف. وبالمناسبة في اختبار مهم جداً بيتم على كل الأتوبيسات، وهو اختبار الشاور تيست ب 900 نوزل لضمان عدم تسريب المياه داخل الأتوبيس. مصنع MCV اللي حضراتكم بتزوروه دلوقتي بيشتغل فيه حوالي 5,000 موظف من المهندسين والفنيين والعمالة المدربة على تصنيع الأتوبيسات بجميع أحجامها بجودة مذهلة وبمعايير عالمية. وبالمناسبة هيشرح لنا مراحل التصنيع المهندس مجدي خليل مدير عام الإنتاج في مصنع MCV، تعالوا نقابله في مصنع الاستنباط الخاص بالتشطيبات الداخلية بماكينات السيرموفورمينج. احنا دلوقتي موجودين في مصنع ABS تمام. صح؟ احنا هنا مجمع مصانع تمام، يعني MCV ما ينفعش نقول مصنع،
مجمع مصانع. تمام، مجمع مصانع. هنا الاي بي اس روبوتس وماكينات ثيرموفورمينج، وفي عبقرية حصلت ان احنا صنعنا ماكيناتنا. الحلقة دي عم حكينا ايه اللي احنا فيه الوقت ده. احنا هنا في مصنع الاي بي اس اللي بيصنع الاجزاء الداخلية للاتوبيس. احنا عندنا مكانتين ثيرموفورمينج، واحدة بتدينا مكنة مستوردة ومكنة مصرية 100%. مكنة مصرية 100%. ايوه، المكنة الكبيرة اللي بتعمل لنا الاجزاء الكبيرة زي التابلو اللي موجود هنا دي احنا اللي مصنعينها، تصميم وتصنيع مهندسين الصيانة عندنا. احنا بيمتلك فريق صيانة قوي جدا في ام سي في، هو اللي صمم وصنع المكنة اللي حضرتك شفتها. الروبوتس هنا ليه؟ روبوتس هنا عشان نضمن الجودة اللي بتخلينا نقدر ننافس والأسواق الأوروبية تقبل المنتج بتاعنا، لأن العين أول حاجة هتشوفها التبلوطة. أكيد طبعا العربية. ده الأجزاء دي كلها في زون A في الأوتوبيس، فلازم تبقى بالجودة المطلوبة، ولازم كل الأجزاء تبقى بنفس المستوى الجودة بنفس التقطيع. ما ينفعش لأن لو اعتمدت على التقطيع اليدوي كل جزء هيبقى فيه بشكل مختلف. الخامة اللي بنعمل منها الشغل الداخلي للأوتوبيس، تمام، دي خامات بلاستيك صح كده؟ نوع من البلاستيك اسمه ABS. احنا بنجيب الرولات ولا بنصنعها هنا برضو؟ احنا بنستورد الشتات، واحنا دلوقتي بنحاول مع مورد محلي انه يجيب يورد لنا الشتات. احنا من نسبة المكون المحلي عندنا في اتوبيساتنا بتتخطى 60%، ودايما بنحاول يعني اما بي عندنا مصانع مغذية زي المصنع احنا موقفين فيه دلوقتي الاي بي اس، واحنا كمان عندنا 5 مصانع مغذية كمان، او ان انا يبقى عندي مورد محلي. احنا بنشتغل جوه مصر مع حوالي 600 لوكال سبلاير. يعني انت عندك عمالة غير مباشرة الاف. يعني انا مش اكيد طبعا. طب هنا بقى بنصنع ايه؟ هنا التابلو ايه تاني؟ هنا التابلو والهيدر الاعلى السواق، الميكانيزم اللي فوق الباب، الكابلات الهيدر اللي هو بيبقى فوق ده، الهيدر اللي فوق السواق، كل ده يقدر يفتحه ويشتغل من خلاله ويعدل الحاجه ويصين المكنه بتاعه الباب. كل الاجزاء الصالون الاي بي اس لما هنشوف اتوبيس منتج نهائي هوريه لحضرتك واشاور لحضرتك عليه. خلي بال حضراتكم، مصنع ام سي في تخصصه بادي بيلدر، يعني بناء جسم الاتوبيس بالكامل. اما الشاسيه فده صناعة مختلفة تماماً ومعتمدة على مصانع بتصدر منتجها للعالم كله. يعني مثلاً بيجيبوا شاسيه مرسيدس من مصانع البرازيل وأسبانيا، وشاسيه فولفو من السويد. وطبعاً كيان بحجم MCV هيجي اليوم اللي هيصنع فيه الشاسيه الخاص بكل الأوتوبيسات اللي بيصنعها، وده هيحصل قريب جداً. هنا أنا شايف حاجة حلوة قوي. اللي لابس اسود ده طالب؟ طبعا كل لابسين ان اسود دول طلبه. الطلبه دول بيتخرجوا من هنا من مدرستين، المزدوجه والتكنولوجيا التطبيقيه كريم غبور، صح ولا لا؟ تمام. المدرسه دي فيها كم طالب النهارده، والمدرسه المزدوجه فيها كم طالب، وهدفنا منها ايه؟ احنا عندنا مدرستين زي ما حضرتك قلت، التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقيه. مجموع الطلبه في المدرستين حوالي 450 طالب. هدفنا ان احنا لما بيبقى عندنا متطلبات عاليه للانتاجيه، لما بنيجي نطلب عماله مدربه من السوق ما بنلاقيش عماله مدربه. فاحنا خدنا المبادره دي بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم ان احنا انشانا المدارس، وبدانا يبقى عندنا الطلبه بنجهزهم ونعدهم وندربهم. الطلبه بتشتغل عندنا جوه المصنع زي ما حضرتك شايف 3 ايام في الاسبوع، في يومين نظري في المدرسه، بيجهزوا وبيتدربوا عشان يبقوا جاهزين يلتحقوا بينا. في جزء منهم طبعا المتفوقين كلهم بيبقوا عندنا، وناس بتكمل دراستها سواء معاهد او كليات هندسه. بس هو بيتخرج منها يقدر يبني اتوبيس؟ بيقدر يبني في المكان اللي هو تخصص فيه. احنا الطالب عندنا بيدخل بيقعد 3 سنين في نفس القسم اللي هو فيه. يعني مش بيمر على كل المراحل وهو يختار؟ لا، بيبقى فيه تخصص عشان هو لما يتخرج يبقى قادر انه يجي يشتغل هنا بنفس الجوده، واحنا بنحسب له 3 سنين اللي قضاهم في المدرسه دي سنوات خبره، وبنديله مرتب اعلى من المرتب العادي لو انا بعين حد ما عندوش خبره. ليه عملنا مدرستين؟ احنا بدانا بالتعليم المزدوج، ولما الطلب يبقى عندنا مدرسه التكنولوجيا التطبيقيه أنشأناها. نفس الدراسة ونفس الدراسة كل حاجة ونفس كل حاجة ونفس الاهتمام. ده مع التكنولوجيا التطبيقية أنا باخد الولاد وأسافر برا ووريهم مدارس عالمية وبجيب لهم خبرة من برا. ده بيحصل برضه في المزدوجة؟ ده بيحصل. يلا نتحرك عشان أنا عايز أتفرج على الباقي. اتفضل يا باشمهندس. اتحركنا على مصنع الدهانات الإلكتروستاتيك الخاص بتجهيز أجزاء صالون الأوتوبيس ودهنها مع المهندس مجد خليل مدير عام الإنتاج في مصنع MCV، وهنناقشه في قدرة الأوتوبيس المصري على المنافسة عالمياً من حيث الجودة والسعر، وإزاي نجحوا في فتح أسواق العالم. مهندس مجد خليل مدير عام الإنتاج مصنع MCV. أهلاً بيك. بنبني أوتوبيس، يعني بنجهز صاج وندهنه. تمام. وفي نفس الوقت لازم نضمن أنه ما يتعرضش للصدى. أكيد. أنتوا عاملين مصنع ضخم، مصنع منفصل عشان تأهل الصاج ان ينفع يتحط في الاوتوبيس بتاعنا المصري. اكيد صح ولا لا؟ تمام. المراحل ازاي؟
احنا هنا في مصنع دهان الكتروستاتيك اللي بندهن فيه ونعالج ونلون كل اجزاء الصاج اللي بتركب جوه صالون الاتوبيس. بنبدا مرحله التشغيل بالعلاج بالرماله، بزيل كل الصدى، وبعدين بيدخل الجزء نفق المعالجه، بزيل بالمواد الكيماويه جميع الشحوم والدهون اللي على الجزء، وبيتغسل وبياخد في الاخر طبقه نانو سيراميك بتحسن الادهيجن بتاع الدهان النهائي مع المشغوله بتاعتنا. جسم الاتوبيس غير الاجزاء الداخليه، صح كده؟ احنا المصنع ده ليه معامله وده ليه معامله. المصنع اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي بيعالج الاجزاء الداخليه، الوردمانات والصاج المفاتيح، اجزاء الكراسي، جميع الاجزاء اللي بتركب ميتال جوه الصالون بتتعالج وبتدهن وبتاخد لونها حسب كوليكشن الاتوبيس هنا جوه المصنع. احنا بنشارك في معارض دوليه، المانيا بقى، دبي، السعوديه، بنشارك حقيقي. لما بتدخل المعارض دي الاستقبال بيبقى ازاي؟ انا كان ليا الشرف ان انا حضرت مشاركه ام سي في في معرض باسورد السنه اللي عدت، شهر 10 السنه اللي عدت. لا، الوضع مختلف مع حجمنا ومع جوده منتجاتنا. بدات العملاء من كل دول اوروبا والموردين هم اللي بيدوروا على ام سي في. البوث بتاعتنا كانت ممتلئه طول فتره المعرض، ما بين موردين وما بين كاستمر جايين يشوفوا المنتج بتاعنا عشان يعملوا تعاقد معنا بعد كده. دخلنا مع المهندس مجد خليل، مدير عام الانتاج في مصنع ام سي في لمصنع الماكينات، وده المسؤول عن تصنيع جميع الاجزاء المعدنيه للاتوبيس وتركيبها. تعالوا نتعرف على طاقة المصنع الإنتاجية وإزاي قدر يطور وسائل النقل العام في مصر. عمر ما تخيلت إن مصر هيبقى فيها مثل هذه الصناعة العملاقة العميقة جداً اللي بتنتج أوتوبيسات العالم، دول عربية، أوروبا، أفريقيا بالكامل. ما شاء الله عليكم بجد، وكل واحد من دول ذهب. ده حقيقي. وفي حاجة عايز أقولها، بس أنت قلتها لي، إن المهندس كريم غبور ما بيفرطش في حد. مستحيل، لانه عارف قيمه العامل ده ودفعنا كام عشان يقف بالمنظر ده ويقفل الاتوبيس. كلنا في الشركه استثمار واتصرف علينا كتير عشان نوصل للمرحله دي، وكل عامل وكل مهندس وكل حد فينا اتدرب وتعلم وفهم ووصل للمستوى اللي يخدمه ويخدم الشركه ان احنا نكمل ونوصل لمستوى الجوده والمنافسه عالميا زي ما حضرتك شفت. هنا بتنتجوا كام اتوبيس؟ هو المصنع الكباستي بتاعته الكاملة شفتين يقدر ينتج في السنة 10,000 أوتوبيس. مغطيين احتياجات مصر بالكامل؟ مصر كده محتاجة تستورد أوتوبيسات من بره؟ لا. صح ولا لا؟ ده حقيقي. كل هيئة النقل العام المصرية بتتعامل معاكم، وفرنا ليهم أحدث أوتوبيسات. احنا لسه موردين أوتوبيسات الكهرباء 110 أوتوبيس. الأول شاركوا في كوب 27 شرم الشيخ، وبعدين بعد انتهاء المؤتمر دخل 70 اتوبيس هيئه نقل عام القاهره و40 اتوبيس هيئه نقل عام اسكندريه، اتوبيسات كهرباء. اتوبيساتنا من اللي بنشوفها في اوروبا اللي هي تنزل عشان تاخد اصحاب الهمه وذوي الاحتياجات الخاصه موجوده، بس اللي احنا صدرناه هو في الاماكن لذوي الاحتياجات وفي جميع الاوبشن اللي احنا بنصدرها لاوروبا. ده ايه بقى؟ احكي لنا التفاصيل. احنا هنا بياخد مننا كام يوم؟ شوف كام يوم، مش عايز اقول لك كام ساعه. احنا هنا في خط انتاج الدبل ديك، سواء ديزل او كهرباء، بنصدر زي ما حضرتك قلت لهونج كونج وانجلترا. هنا مرحله الفريمنج، بجمع المديول بتاعه الاتوبيس اللي هي الجناب والانتر فلور والسقف والوش والظهر، وببدا اثبتهم على الشاسيه. بعمل الشاسيه ده اللي احنا بنجيبه من بره، صح كده؟ اللي بيجي لنا من بره. ببدا اوزنه وابدا اثبت عليه الجناب الانتر فلور. احنا اللي بنبني الاتوبيس بالكامل. احنا بنبني الاتوبيس بالكامل، وكل الرو ماتيريال بتاعت الاتوبيس ده من مصر، بره وجوه. البادي الالومنيوم ده كله من مصر، الرو ماتيريال كلها من مصر. ده بتاع لندن. ده بتاع لندن، صح كده؟ تمام. ده اتوبيس كهرباء للندن كمان. كهرباء؟ كهرباء، ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ بيتكتب عليه ان ده صناعه مصريه هناك؟ بيتكتب عليه طبعا انه ده جاي من ام سي بي، ما بين دي شراكه ما بيننا وما بين فولفو. ما بينكو؟ ما بيننا وبين فولفو. هو اتفاق فولفو خلاص بدا التنفيذ؟ يعني اتوبيسات فولفو العالميه هتطلع من هنا؟ هتطلع من هنا. بس ده احنا كنا بنصدر ليو كي. المشروع الجديد هنصدر اتوبيساتنا لكل اوروبا، مش ليو كي بس.
فولفو ومرسيدس صح كده؟ ولا فولفو. هيبقى فولفو الأكبر؟ لا ما هو مش حد أكبر وحد أصغر، احنا ابني ام سي بي بتبني للاثنين، بس احنا مشتركين مع مرسيدس في السوق المحلي ومنطقة الشرق الأوسط ومع فولفو في أوروبا. هو على طول بياخدوا اتوبيسات ولا ايه؟ يعني لندن دي احنا نفهم ياخدوا 10 اتوبيسات 50 اتوبيس 100 اتوبيس. هو لكن انت شغال اليوم على طول؟ هو الاتوبيس ليه لايف تايم، هو بيشتغل 10 سنين وبعدين بيتكاهن او بيروح يشتغل في بلاد تانية لحد ما يطلع من الخدمه، فهم دايما بيجددوا الاسطول. هو محتاج منك على طول بشكل مستمر سواء هنا او هونج كونج او انجلترا والامارات بقى والدول العربيه كل يعني كلهم شغالين بنفس الطريقه، كل بس هم بياخدوا بقى الاتوبيس العادي يعني كل الاتوبيسات دي كلها هونج كونج وانجلترا، لكن اللي هي دور واحد الدور واحد دي بتروح كل افريقيا وكل الدول العربيه. طب والميني باص انا شايف عندك ميني باص برضه هنا السوق المحلي، السوق المحلي صدرنا كميات صغيره قبل كده لافريقيا. الميني باص ده بيحمل شعار ايه بقى؟ ام سي في ولا مرسيدس ولا فولفو؟ الميني باص ام سي في مع شيفروليه مع منصور. ايه ده يعني احنا كمان بنصنع شيفروليه وبنصنع شاسيه من منصور شاسيه أيوة. سوزو وبنبني عليه الميني باص. بنصنع فولفو بنصنع مرسيدس. احنا ام سي في بادي بيلدر لاي شاسيه. انتوا جامدين قوي. انت بجد الواحد يضرب تعظيم سلام ويقول لك شرفتونا. شرفتونا لا انتوا شرفتونا، شرفتونا في العالم كله. ده من ذوقك. عايزين بقى نروح نفرج الناس على الابداع ده وهو كامل. تمام. من بره ومن جوه. دي اللحظه اللي انا مستناها بقالي قد ايه؟ 5 ساعات. اكيد. اتفضل. يلا. تعالوا بقى نشوف مع المهندس مجدي خليل مدير عام الانتاج في مصنع ام سي في شكل الاتوبيس الترددي اللي هيشتغل على الطريق الدائري للقضاء على عشوائيه وسائل النقل بطول الطريق الدائري، وبجد حاجه تفرح، وهيحكي لنا حكايه تاسيس مصنع ام سي في وشراكته مع شركات مرسيدس وفولفو العالميه. توصلتنا لواحدة من أجمل اللحظات اللي عشناها في برنامج الجدعان من 6 سنين من بداية البرنامج. ده شرف لينا وشهادة نعتز بيها. اللحظة دي بتقول إن مصر دولة كبيرة أوي. ده حقيقي. دولة فيها صناعة كبيرة أوي. دولة تقدر تصنع منتج زي الأتوبيس وتصدره لأعتى دول العالم اللي بتنتج الأتوبيس. ده حقيقي. أرجع معاك بقى فلاش باك للحكاية من أولها. فضل. إحنا لغاية دلوقتي ما اتكلمناش على ام سي في بدأت تمام. إزاي كريم غبور المهندس المحترم القدير جدا بدأ الفكرة دي إزاي قلبه حديد كده؟ مهندس كريم طبعا هو رجل صناعة عظيم، هو أسس الشركة سنة 1995 وتم إنشاء المصنع هنا في الصالحية سنة 1998 بخط إنتاج لأوتوبيس ام سي في 200. إشمعنى الأوتوبيس؟ هو مهندس كريم يعني رجل صناعة متخصص في الأوتوبيس من البداية، أنشأ المصنع هنا وبدأ بميني باص وبعدين أوتوبيس وبعدين صدرنا للسعودية وبعدين بدأت التوسعات وأنتجنا الميني باصات لمصر والدول العربية وبعدين بدأت الشراكة مع فولفو من 15 سنة. بدأنا رحلتنا إزاي واشتغلنا إزاي ودخلنا الأسواق العالم إزاي ونافسنا إزاي وهل نقدر ننافس ألمانيا والصين في صناعة الأوتوبيس ولا لأ؟ إحنا بنبيع أوتوبيسنا الدبل ديك في هونج كونج وبنصدر أوتوبيساتنا السنجل والدبل لإنجلترا، والشراكة اللي جاية مع فولفو هنصدر أوتوبيساتنا لكل دول أوروبا. إحنا قادرين، المهندس المصري قادر، مش إم سي في بس، كل الصناعات لو أخذت الفرصة والناس اشتغلت على نفسها وطورت وقدمت المنتج بالجودة المطلوبة أكيد هنقدر زي ما احنا قدرنا. اللي حضرتك شايفه ده ما جاش من فراغ، احنا منظومة كبيرة فيها مهندسين أكفاء وإدارات كلها بتعمل في التوقيت المطلوب وبتوفر الاحتياجات في التوقيت المطلوب وبتشتغل بمعايير الجودة في كل خطوة بتتم جوه كل إدارة، ودي النتيجة اللي حضرتك شفتها دلوقتي. كم موظف هنا موجود بقى في الشركة؟ الشركة حوالي 5000 موظف، جوه الصالحية هنا حوالي 3000 موظف وعامل ومهندس في مختلف الإدارات. 40% مش مكون محلي و60% أو أكتر مكونات محلية. ال 40% اللي ناقصانا إيه ونساعدك إزاي عشان نعلي نسبة المكون المحلي عندك؟ أنت صناعة هندسية واللي أنت عايزه تعمل. إحنا محتاجين موردين محليين بنفس الجودة اللي تساعدنا إن إحنا نقدم أوتوبيسنا بالجودة المطلوبة في الأسواق الأوروبية. إحنا زي ما وضحت حضرتك في مراحل الإنتاج المختلفة بنتعاون مع موردين محليين وبنحاول نطور وبندور دايماً إن أنا بدل ما استورد الرو ماتريال بصنعها محلياً، وعندنا الصناعات المغذية اللي حضرتك شفتها، إحنا عندنا 5 مصانع مغذيين وفي بعض أوتوبيساتنا بنتخطى كمان نسبة 60% توصل لـ70 وأكتر يعني، بس متوسط ما بين الموديلات حوالي 60% مكون محلي. ال 40% دول عباره عن ايه؟ الشاسيه بس ال 41%؟ شاسيه بمكوناته، التكييف ما بيتصنعش هنا، بعض سيستم الكاميرات والحاجات والسيستم اللي بتركب
في الاوتوبيسات اللي بتصدر لانجلترا والاوروبا. على فكره انت ممكن ترفع نسبه المكون المحلي بتاعك في الكاميرات اللي بتتركب جوه الاوتوبيس بمصانع الهيئه العربيه للتصنيع زيرو تك. تمام. صح ولا لا؟ احنا بندور ودايما اداره اللوجيستيك عندنا التارجت بتاعها ان احنا بدل ما بنستورد نلاقي منتج محلي، بس الشرطين المهمين اللي يخدمونا الجوده والالتزام بالمواعيد، وخدمه ما بعد البيع تبقى خدمه قويه، لان دي اهم حاجه المشغلين للاوتوبيسات بتبقى طالباها. احنا النهارده بنصنع اوتوبيس مرسيدس، اوتوبيس فولفو الاحمر ده، صح كده؟ تمام. في مخطط تاني ان علامات للاوتوبيس ده تيجي مصر برضو؟ احنا دلوقتي مفيش خطط لتعاون مع شركات تانية، بس احنا شغالين ان احنا بنعمل اوتوبيس بتاع ام سي في باسمها ده، بدانا في انتاجه، وخلال السنة اللي جاية 2025 هيبقى إن شاء الله بدأنا إنتاجه وتصديره. خلي بال حضراتكم، المهندس مجدي خليل تخرج في هندسة أسيوط سنة 2006 تخصص ميكانيكا باور، وانضم سنة 2007 لشركة MCV كمهندس إنتاج في قسم اللحام، وتولى رئاسة قسم اللحام وبعدها رئاسة منطقة التشطيب. ونظراً لكفاءته اختاروه كمدير لأقسام اللحام والتجليد والفايبر والدهان والكراسي والميكانيكا، وأخيراً مدير عام الإنتاج في المصنع. فولفو حكاية كبيرة جداً، صح ولا لا؟ بدأت من 15 سنة. ممكن نفهمها؟ فزت إزاي بمرسيدس أولاً وفولفو؟ هو احنا مرسيدس، احنا الوكيل بتاع مرسيدس في مصر. تمام تمام. أخدنا الوكالة واحنا بنبني الأوتوبيسات اللي حضرتك شايفها، الكوتش وأوتوبيس أفريقيا والميني باص على شاسيات مرسيدس. دخلنا في شراكه مع فولفو بنصدر اوتوبيساتنا لانجلترا. بدانا من 15 سنه، كان عندنا مصنع في انجلترا. على مراحل اتخذت الثقه ان احنا نقدر ننقل المصنع من انجلترا لمصر، واتخذت الثقه في الجوده بتاعه المنتج بتاعنا، وبدات الكميات تزيد للمستوى اللي حضرتك شايفه ان احنا بننتج دلوقتي دبل وسنجل بكميات كويسه جدا، يعني مغطيانا السنه دي كلها. الاوتوبيس الترددي، تمام، احدث صيحه على الدائري. تمام. رايح جاي نوصل الناس ونلغي العشوائية على الدائري. تمام. مواصفاتها إيه بقى؟ إيه مستو؟ هو أتوبيس كهرباء، بيشتغل طبعاً بالكهرباء. في أماكن لذوي الهمم، في تكييف، في USB، في كاميرات مراقبة، في كل المتطلبات العصرية، نفس مستوى الجودة اللي بتصدر لأوروبا. إمتى التشغيل؟ هو البلان لحد دلوقتي يعني خلال شهرين هيبدأ استلام الأتوبيسات والتشغيل مع انتهاء المحطات، يعني خلال 3 أو 4 شهور، دي المعلومة اللي عندي، بس التسليم خلال 2 أو 3 شهور. إيه الميزة اللي نقدر نقولها إن الأتوبيس الترددي ضافها لوسائل النقل في مصر؟ هو طبعاً في راحة، في وسائل رفاهية من USB، من سيستم كاميرات، من شاشات، من تكييف. طبعاً الفكرة بتاعت إن هو أتوبيس ترددي هيوفر السرعة والأمان للركاب. فده كله معناه إن الأتوبيس ده نقلة كبيرة جداً. أكيد طبعاً. لوسائل النقل في مصر. ده حقيقي. شركة MCV بتمتلك النهاردة مدرستين، الأولى تعليم مزدوج والتانية تكنولوجية تطبيقية، بإجمالي 450 طالب يعتبروا أمل مصر في تصنيع الأوتوبيسات وتصديرها للعالم. وبجد كلهم هايلين وبيشتغلوا 3 أيام أسبوعياً براتب في المصنع لضمان اكتسابهم الخبرات العملية. وبصفة عامة شركة MCV بقت مدرسة تصنيع الأوتوبيسات في أفريقيا والشرق الأوسط، ويكفي تصنيفها دولياً ضمن أضخم 10 شركات في العالم لتصنيع الأوتوبيسات. وبالمناسبة إنتاجها محجوز بالكامل خلال العام 2024، وبدأت التعاقدات لحجز إنتاجهم خلال العام 2025. برافو بجد.